يا ترى الناس كانت بتعمل ايه في الحر زمان؟ سؤال بنسأله لنفسنا الايام دي، خصوصا ان الجو حر جدا ورطوبة عالية. وبعد انتشار التكييفات بقينا مش بنحس بالحر غير لو نزلنا الشارع او دخلنا اماكن مش مكيفة. طب تعالوا نرجع بالزمن حبتين ونشوف الناس كانت بتعمل ايه من غير التكييف. في القرن ال19 وأوائل القرن ال20 كانت نوافير المية مختلفة تماماً غير الشكل اللي بنشوفه دلوقتي، وكانت بتتبني في وسط المدن الكبرى كأحواض كبيرة وبيتجمع عندها الناس ويقعدوا جنبها، ولو الجو حر قوي ممكن الواحد ينزل يبل راسه وجسمه كده كل شوية. وكمان من الحاجات اللي كانت بتتعمل زمان في دول أوروبا إن الناس كانوا بيحصدوا قوتها الجليد ويخزنوها في الشتاء في مباني باردة اسمها منازل الجليد، ولما كان بيجي الصيف كان بيتم استخدام الجليد المخزون فيها للتبريد، وكان بيعتبر سلعة نادرة وبيتباع بسعر غالي جدا. وطبعا كان للعمارة دور زمان مهم جدا في مواجهة الحر الشديد، وكانت البيوت بتتبني بأسقف عالية علشان الهواء السخن يصعد لفوق ويخرج من الشبابيك ويحصل تدفق طبيعي للهواء. ده غير نظام البلكونات الأمامية اللي كانت بتتعمل قدام البيوت عشان تخرج تقعد فيها بالليل وبعد غروب الشمس، وتقعد تستمتع بنسيم الهواء البارد بعد يوم حار ورطوبة عالية. وزمان كان منتشر الحدائق العامة بشكل أكبر، وده كان بيخلي أي يوم حار إنك تمدد وتاخد قيلولة تحت أي شجرة عشان تريح نفسك من أي عمل شاق، خصوصاً في فترة الظهيرة، وده كان بيقلل من خطر الإصابة بالجفاف وضربة الشمس والإرهاق الحراري. قولولنا إيه أكتر حاجة ممكن تعملوها من الحاجات دي لو موجودة دلوقتي؟ وبتعملوا ايه عشان تهربوا من حر الصيف؟